بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد عن الشعر في صدر الإسلام والأدب والعصر الأموي. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق عن تعريف الشعر ووسيلة هذا الشعر وقراءته وأهمية اللفظ في الشعر وكيف يبدع الشاعر لغته ومهمة الشعر في عصر العلم. والآن نتابع في هذه الوحدة الثانية موقف الإسلام من الشعر، أو ما هو الشعر في الإسلام. وقبل أن نبدأ في بيان هذا الموقف، علينا أن ننتبه إلى الأهداف العامة التي يجب على قارئ هذه الوحدة أو دارس هذه الوحدة أن تكون من مخرجاته، يكون قد حصل شيئا منها. انظر معي إلى الأهداف العامة التي تبتغي هذه الوحدة أو تبغي أو تسعى إلى بلوغها. الهدف الأول بيان دور الشعر الجاهلي مع غيره في وحدة الشعور القومي أو توحيد الشعور القومي. الهدف الثاني معرفة انتهاء عصر الفحول وبداية ضعف الشعر الجاهلي. الهدف الثالث إحساس الشعراء القدماء بهذا الضعف. الهدف الرابع موقف الإسلام من الشعر. الهدف الأخير من هذه الوحدة أن نبين الآراء حول ضعف الشعر أو قوته. نجيء إلى الهدف الأول، ما هو دور الشعر مع غيره في وحدة الشعور القومي؟ عرفنا كما رأينا في اللقاء الماضي أن للشعر مهمة عالية في المجتمع، هي تجعل الإنسان يحس بما يحس به الآخر ثم يشارك بهذا الإحساس. فهل نجح أو أدى الشعر دوره خلال التاريخ في توحيد الشعور القومي العربي؟ نعم، شهد العصر الجاهلي قبيل الإسلام إرهاصات الولادة الطبيعية للأمة العربية، ففي أثناء تفاعل الإنسان الطويل فوق شبه الجزيرة العربية وفيما حولها تكونت علاقات تواصل كثيرة بين سكان تلك الجزيرة، وحدث ارتباط وثيق لهم بها، وظهر بذلك وجود إنساني عربي متميز بلغة محددة وأرض تحددت أطرافها وثقافة خاصة. وهذا التميز صنعه الجاهليون الأدباء بعوامل وغيرهم بعوامل كثيرة، بالحرب والسلام وبالعصبية والتسامح وبالارتحال والاستقرار وبالشعر والدين وبغير ذلك. لقد صنع الجاهليون تاريخا مشتركا فتشابهت ظروفهم، وتحتم عليهم لذلك أن يتحد جهدهم وفكرهم من أجل استبعاد ما يعوق التطور مثل التشرذم وعدم الاستقرار، وإضافة ما يحقق التطور الوحدة والاستقرار. نجح الشعر الجاهلي خلال التاريخ مع عوامل أخرى كثيرة متعددة في إيجاد نوع من الشعور القومي العربي المشترك بين سكان شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام. كذلك نجح هذا الشعر في إيجاد لغة عربية مشتركة سادت اللهجات القبلية المختلفة وغطت عليها، فأصبح من اليسير على سكان الجزيرة التعامل بها. لذلك يعني أي عربي يسمع أي قصيدة من أي شاعر
من شعراء الجزيرة، كان هذا المتلقي يفهمها فهما جيدا، ولذلك تقال القصيدة في الموسم أو في من الأسواق فتسود بقية الجزيرة يرددونها وينشدونها فيما بينهم. ولكن ولم يكد يشرف العصر الجاهلي على الانتهاء حتى خفت حدة النزعة القبلية المتعصبة، وصار ساكن الجزيرة العربية يشعر إلى جانب اعتزازه بانتسابه إلى قبيلته أنه ينتمي إلى الجنس العربي الذي تنطوي تحت لوائه كل هذه القبائل. إذن أدى الشعر دوره في هذه المرحلة بأنه أسهم في إيجاد أرضية مشتركة بين سكان شبه الجزيرة. ما الدليل على تلك الوحدة العربية؟ علينا أن ننظر سريعا في هذه البيئة العربية التي هي قبل الإسلام أو قبيل الإسلام، لنرى كيف توحدت هذه الجزيرة أو ظهر فيها شعور قومي عربي ضد قوميات أخرى، أو من الذي تولى هذه الدعوة، وكيف سرت بين أوصال الجزيرة المترامية الأطراف. يرى كثير من النقاد أن كبار الشعراء في الجاهلية قد تولوا الدعوة إلى وحدة عربية في مواجهة دول الأعاجم، ويقول أو يرى الدكتور نجيب البهبيتي أن الشعراء الجاهليين هم زعماء الوحدة العربية وأبطال الاستقلال آنذاك، وأنهم توجهوا بالعداء إلى دولة الحيرة في العراق لأنها تسببت في تعطيل الوحدة العربية. ويرى أيضا أن كثيرا من الشعراء أو بعض الشعراء قد سقطوا ضحايا نضالهم القومي، من ذلك الشاعر لقيط بن يعمر الإيادي الذي بعث بقصيدة أو بأبيات يقال لها كيف يحذر قومه قبيلة إياد من غزو كسرى لهم، فيقول في هذه الصحيفة أو هذه الرسالة السريعة التي أرسلها من قلب عرش كسرى، لأنه كان يعمل كاتبا له وترجمانا له: سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إيادي، بأن الليث كسرى قد أتاكم فلا يشغلكم سوق النقاد، والنقاد صغار الغنم. وهذه الرسالة قد أرسلها لقيط سرا إلى قومه، ولكن لم تفلح في تنبيه قومه على الخطر القادم إليهم، فأتبع لقيط تلك الأبيات بقصيدة مطولة دعاهم فيها إلى اليقظة العربية الشاملة والاستعداد لمجابهة ذلك الخطر بتوحيد الجهود وبالتعبئة للحرب وبالانقياد إلى رجل منهم حازم ذي نجدة قادر على تحدي الناس. ثم ختم قصيدته الطويلة بقوله: هذا كتابي إليكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمع. هذه دعوة من دعوات شعراء الجاهليين إلى توحيد الصف العربي، وهي ممن أثر في إيقاظ هذه الروح العربية الكامنة في تلك البقعة.
لكن أمر لقيط كما قلنا قد كشف، وكانت النتيجة أنه قد قتل بسبب هذه الرسالة التي حذر فيها قومه. أيضا من الشعراء الذين تابعوا الدعوة إلى وحدة عربية هو شاعرنا الكبير الأعشى ميمون بن قيس، وهذا من أبرز الشعراء الذين تولوا زمام الدعوة إلى وحدة عربية، فكان يمدح ملوك العرب من أي قبيلة كانت، وهذا المدح كان يحمل دلالات سياسية عميقة. فالأعشى ليس شاعرا مداحا فحسب، ولكنه صاحب فكرة سياسية تدعو إلى الوحدة بين الشمال والجنوب بزعامة جنوبية أو يمنية، فكان يدعو قومه إلى محاربة قيس بن معد يكرب وإلى الانطواء تحت سلطانه، وتلك الدعوة صريحة في قوله: فدونكم ربكم فحالفوا، فدونكم ربكم فحالفوا أحالفوا. لقد كثرت مدائح الأعشى للقحطانيين، فقد كان شاعر العرب كلهم، فهو عدناني يعتز بقومه ويفخر بهم، ولكنه يرتضي أن يكونوا رعايا لملك يمان. وأما المناذرة والغساسنة وهم قبائل عربية كانوا في بلاد الشام وبلاد العراق، فأنا أعتقد أن الأعشى قد أدرك عجز ملوكهم عن النجاح بإقامة كيان عربي مستقل وعادل، لذلك كانت صلته بهم ضعيفة ومدائحه لهم نادرة. وإن في قول الأعشى: يمدح سادة نجران، وإن أجلبت صهيون يوما عليكما، فإنا رحى الحرب الدكوك رحاكما. وهذا البيت يؤكد أمله في تحرير العرب بقيادة يمانية قحطانية لم تفسدهما التبعية للنفوذ الأجنبي. فهذا البيت من أبيات طويلة ليست مديحا، ولكنها نصح سياسي وتشجيع على مقاومة النفوذ الأجنبي بالحفاظ على نجران، مستقلة عن نفوذ الروم الذين أرادوا من التبشير بالمسيحية في اليمن أن يمتد نفوذهم إليها. ولكن رغبة الأعشى هذه وأمثاله بالوحدة والاستقلال بقيادة قحطانية لم يكتب لها النجاح. هناك دليل آخر على وجود انتماء قومي عربي عند العرب قبيل الإسلام ومع ظهور الإسلام، واتجاه عربي في مواجهة الدول المجاورة، ما نراه من موقف العرب من يوم ذي قار. هذا اليوم كان بين قبيلة ربيعة بني بكر وبين الفرس، وهو كان في زمن بعد هجرة النبي، بعد ظهور الإسلام وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وقيل بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام هذه الموقع أو الحرب خرج إلى أصحابه وقال لهم: ادعوا لإخوانكم من ربيعة، فقد أحاطتهم اليوم أبناء فارس. ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله، فلم يلبث
إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لهم: احمدوا الله كثيرا، فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبمصر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يدعو القبائل، وممن دعاهم إلى الإسلام قبيلة بكر، لكنها لم تستجب لهذه الدعوة، مثلها في ذلك أو مثلها في ذلك مثل بقية القبائل. لكنهم عندما دخلوا الحرب مع إخوانهم ضد الفرس قال بعضهم لبعض: ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى الدين الجديد؟ قالوا: محمدا. قالوا: اجعلوه شعاركم فانتصروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبه نصروا. هذا النصر ساعد على تنامي الوعي بالانتماء العربي على تقوية البكريين، وأنهم أفسحوا في هذا المجال لمن قرب منهم من قبائل العرب كي يشاركوا معهم في محاربة الفرس بسواعدهم وعقولهم وخبراتهم. وأيضا ساعد هذا الموقف كثيرا على إضعاف جبهة الفرس وعملائهم، فانتصر البكريون العرب وانهزم الفرس وعملاؤهم وقتل قائدهم. ولذلك كان الانتصار في ذي قار نصرا عربيا لا قبليا، وكانت سيوف البكريين وحلفاؤهم المنتصرة رسلا متقدمين للقوى العربية الناهضة ولمشاعر الانتماء العربي النامية. وأضاء تلك الحقيقة إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم لها في قوله: هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبينصر. وقوله صلى الله عليه وسلم انتصفت يدل على أن واقعة ذي قار لم تكن نصرا عسكريا فحسب، بل انتصار للحق العربي على الظلم الفارسي، وعد انتصار هذه القبيلة انتصارا لجميع العرب. وتغنى الشعراء بهذا اليوم، وتعالت صيحاتهم بالفخر، وأكثر الأعشى من الافتخار بيوم ذي قار. ومما قالوا في ذلك: وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا، وكاد اليوم ينتصف، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف. إذن افتخار الشاعر بقبيلته هنا المنتصرة وتمنيه مشاركة العرب له دلالة واضحة على وجود المشاعر العربية عند الأعشى، فهو يتمنى مشاركة جميع القبائل لقومه، وهذا يطلق الانتماء العربي ويشد تلك القبائل بعضها إلى بعض. بعد هذا الانتماء القومي البارز نجد أن العربية أو المرحلة الشعرية لشعراء الفحول قد دخلت مرحلة جديدة، وهو انتهاء عصر فحول الشعراء الجاهليين وبداية ضعف الشعر الجاهلي. لكل بداية النهاية، وكما كان هذا الشعر محلقا في سماء العربية لا بد أن تكون له نهاية. وحقيقة بعد موت الفحول الكبار أمثال امرئ القيس وزهير وعنترة وغيرهم من كبار الشعراء، وذلك كان قبل الإسلام، الذين كانوا ينشدون أشعارهم في الأسواق وفي كل مشهد من مشاهد الحياة العربية يتغنون بالشعر، اختفوا هؤلاء ولم تعد لهم أصوات تتردد، ولم يصل إلى الإسلام منهم من هؤلاء الفحول الكبار سوى الأعشى ولبيد. والأعشى قد مات أوائل الإسلام، ولبيد
بقي كان قد بلغ من العمر 60 عاما وقعد عن قول الشعر. فبانتهاء عصر هؤلاء بدأ يدخل الشعر في مرحلة جديدة هي مرحلة الضعف والتكرار واجترار الماضي. وهذا الضعف قد أحس به الشعراء القدماء، يعني قبيل الإسلام كان الشعر قد بدأ يدخل في مرحلة التكرار، وأن الشعراء قد ضاقت عليهم المجالات القول، فأحس الشعراء القدماء بهذا الضعف، ووجد الشاعر نفسه في مأزق كبير عليه أن يتجاوزه. وهذا الإحساس بدأ من عصر أواخر عصر الفحول الجاهليين، عندما وجدوا أنفسهم يكررون كثيرا من معاني الشعراء السابقين ويتناولوها الحوليات، ومع ذلك يحس بمرارة التكرار، وأنه لا يقول شيئا جديدا ولا يبدع فنا متميزا، ويصرح بذلك في شعره قائلا: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. يعني لا أجد نفسي أنا والشعراء إلا أننا نكرر قول السابقين ونسير على خطاهم على تصويرهم دون ما إبداع أو تجديد، وهذا بدوره يؤدي إلى انحطاط الشعر عن منزلته السامية العالية. ويصرح بذلك أيضا شاعر في مثل قوته وشعره، وهو عنترة من شعراء المعلقات أيضا السبع، فيقول: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ من متردم، تردم الثوب أي أخلق واسترقع، فهو متردم يعني استهلك وبلي. والمتردم بالتشديد والفتح الموضع الذي يرقع من الثوب، يعني ثوب فيه بعض التمزق، فعندما يرقع فالموضع الذي يرقع فيه الثوب يسمى متردم. هل غادر الشعراء من متردم، وتردم الرجل ثوبه أي رقعه، وثوب مردم خلق مرقع أي مستصلح. يقصد عنترة أي هل غادر الشعراء السابقين من كلام يلصق بعضه ببعض ويلبق، أي قد سبقونا إلى القول فلم يدعوا لنا مقال فلم يدعوا مقالا لقائل. وهو إحساس بأن الشعر قد وصل إلى غايته، وأن التجديد فيه صار عسيرا، وما لم يتجدد الشعر وما لم يتقدم إلى العلا فلا بد أن يرجع إلى الوراء. وهذا ما كان من أمر الشعر الجاهلي، بأنه قد بدأ يدخل في مرحلة الضعف والانحدار عن القمة، وصار عليه إما أن يتجدد ويستعيد مجده وشبابه، وإما أن يحترق ويفقد بهاءه ونضارته، ويتخلى عن أداء دوره في البيئة العربية. لابد من التجديد لهذا الشعر، ولكن للتجديد شروط، ودون هذا التجديد مراحل طويلة، مراحل طويلة عليه أن يقطعها. وأول هذه الشروط وهذه الظروف
أن تتغير البيئة القديمة التي كان يعيشها الشاعر الجاهلي. لكي يتجدد هذا الشعر لابد أن تتغير البيئة التي نبغ فيها هذا الشعر، لأنه لم تعد بيئة مبدعة ترفض هذا الشعر بعوامل الإبداع والابتكار. ولابد أن تهب عليه رياح جديدة تخالف تلك التي نما في ظلها ونضج. وحقيقة قد أتيحت له هذه الظروف الجديدة. كيف؟ أتيحت له ببزوغ شمس الإسلام على البشرية، فقد كان ظهور الإسلام الحنيف أعمق وأخطر تغيير وانقلاب ليس في الجزيرة وحدها بل في البشرية كلها. ظهور الإسلام هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يجدد هذه البيئة ويجدد دماء هؤلاء الشعراء ويجدد دماء الناس التي تعيش في هذه البيئة. وقد كان هذا التغيير تغييرا لم يسبق في تاريخ البشرية. فهل أفاد الشعر الجاهلي من هذا الانقلاب البشري الجديد في أن يطور نفسه ويجدد شبابه الضائع ويستعيد منزلته الغائبة وينقلب انقلابا يواذي هذا الانقلاب الخطير؟ نجيب عن هذا التساؤل بعد أن نكشف عن نوعية هذا الانقلاب. هو أن نوضح موقف الإسلام من الشعر، لأن الانقلاب هذا جاء من قبل ظهور الإسلام. فهل مجيء الإسلام هذا كان محاربا للشعر والشعراء، أم كان مؤيدا له، أم كان محايدا منه؟ علينا لكي نتبين موقف الإسلام من الشعر، وهل ضعف الشعر بالإسلام أم ازداد قوة، ننظر ما هو موقف الإسلام في القرآن الكريم. أولا، الشعر والشعراء في القرآن الكريم، وردت عدة إشارات أو ذكر الشعر والشعراء في القرآن في ستة مواضع من القرآن الكريم، في ستة سور وستة مواضع أشار القرآن إلى الشعر أو إلى كلمة شاعر. الآية الأولى: بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، هذه في سورة الأنبياء. الآية الأخرى في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الآية الثالثة أو الإشارة الثالثة في سورة الصافات: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الإشارة الرابعة في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الإشارة الخامسة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، في سورة الحاق. والإشارة الأخيرة وأهمها وأبرزها هي التي وردت في سورة الشعراء وأشهرها عند الذين يتحدثون عن قول الشعر أو موقف القرآن من الشعر: والشعراء يتبعهم الغاوون. إذا نظرنا في الآيات السابقة
وأعدنا النظر فيها مرة بعد مرة نجدها أنها لا تتحدث عن الشعر بخير أو شر، بعيدا عن الآية الأخيرة أو عن سورة الإسراء، ولم ترد لفظة الشعر صريحة إلا في آية واحدة وهي آية سورة ياسين. وعلينا أن ندرك جيدا أن غاية هذه الآيات جميعا أنها تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا. وقد نلاحظ أن الآية في سورة الحاقة وما هو بقول شاعر لم يقل القرآن الكريم وما هو بشعر، بل عبرت بما يفيد نفي قول الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني نفي كون القرآن شعرا أو يشبه قول الشعراء. أما آيات سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإنها أيضا برغم تصريحها بلفظة الشعر فإنما غايتها أن تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم صنعة الشعر، بل إنه لا يقدر عليه، تذكر أنه لا يقدر على قول الشعر ولا يصلح له قول الشعر، وإنما هو رسول يجيء برسالة غير الشعر ولغرض آخر غير ما يجيء الشعر من أجله. إذن القرآن يؤكد ويلح على نفي مفهوم الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن غاية هذا القرآن وغاية هذه الرسالة، تختلف تماما عن غاية الشعر وغاية الشعراء. لذلك ليس من العسير إدراكنا لتعليل تأكيد القرآن، لماذا يؤكد القرآن نفي الشعر عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من المعروف أن العرب قديما شأنهم في ذلك شأن كثير من الشعوب الأولى في نظرتهم إلى الشعراء، أنهم كانوا يظنون بعقول الشعراء الظنون، يعني كانوا يظنون أن الشاعر هذا فيه مس من جنون، أو أنه يتلقى هذا القول أو هذا الشعر من يتلقاه من الجن. ولذلك عبر القرآن عن هذا المفهوم ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيعتقدون أن بهم ما يشبه الجنون، أي أن عقولهم تكون مغيبة عند قولهم الشعر. ويرى العرب أيضا أن الشعراء يتلقون الشعر عن الشياطين، فكانوا يريدون أن يلصقوا هذه التهمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتلقى هذا الكلام أو هذا القرآن عن الجن أو عن الشياطين، كما تتلقى الشعراء شعرهم عن الشياطين. وقد عبر عن فكرة تلقي الشاعر شعره من الشياطين غير واحد من الشعراء القدماء الجاهليين، أيضا عرف عند العرب كثير من الشعراء بمسالك خلقية سيئة تتسم بكثير من الإسراف في اللهو وفي الإقبال على الملذات المادية من خمر وميسر وغير ذلك، حتى برئت بعض القبائل من مثل هؤلاء الشعراء. ولعلنا نذكر في هذا المقام قول طرفة بن العبد: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. يعني يظن العرب بالشعراء أنهم أصحاب مجالس خمر وأصحاب ملذات وأصحاب لهو، وكانت بعض القبائل تتبرأ من الشعراء الذين يسرفون في شرب الخمر أو في الإسراف أو في غيره من هذه الأمور. ومن ثم يتضح لنا
أن القرآن لم يؤكد على نفي صلة الشعر بالقرآن وبالنبي إلا ليبعد هذه المفاهيم الخاطئة حول الشعر والشعراء، ولم يصدر حكما بعينه على الشعر، ولم يتخذ منه موقفا خاصا، وإنما نفى مرة بعد مرة أن يكون النبي شاعرا من الشعراء أو أن تكون رسالته كرسالتهم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. حتى الآية، وهذه سنتكلم عنها أيضا مرة أخرى، آية سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، إنما كأنه يشير إلى مفهوم العرب حول الشعر، وأنهم يتبعون ما يقوله خيالهم أو أفكارهم التي يتصوروها بعيدا عن الواقع. أما القرآن هذا فهو بعيد عن هذا الخيال وبعيد عن هذه المفاهيم الجاهلية. أيضا لكي نتبين موقف الإسلام من الشعر وأثره على الشعر، علينا أن نتعرف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الشعر وينهى عنه، أم كان يعني يؤيده ويدافع عنه؟ هناك مواقف كثيرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله وأحاديثه تخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الشعر تقديرا كبيرا، وكان له مواقف ومفاهيم دقيقة لمقاصد الشعراء ولأساليبهم وتصوراتهم. وكثيرا صلى الله عليه وسلم ما استنشد رواية الشعر، وسأل مرة أحد الشعراء يتعرف كيف يجري الشعر على لسانه، فقال له: ما الشعر؟ سأل شاعره عبد الله بن رواحة، فقال: ما الشعر؟ فأجابه ابن رواحة: شيء يختلج في صدر الرجل فيخرجه على لسانه شعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوق إلى معرفة كيفية جريان الشعر على لسان الشعراء، فيسأل هذا الشاعر فيجيبه الشاعر بأنه شيء يختلج في صدر الرجل، يعني مشاعر تختلج في صدر الشاعر فيقذفها على لسانه شعرا ويصوغها في ألفاظ وتصويرات أدبية. لذلك علينا أن نتعرف على بعض الأحاديث النبوية عن الشعر والشعراء. هناك أحاديث كثيرة تقدر الشعر والشعراء، وصل إلينا منها ما يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الشعر وأثره في المتلقي، فيقول: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. إذن هذا الإعجاب بحكمة الشاعر والإقرار بسحر بيانه وتوضيح، إنما هو توضيح لأثر الشعر على المتلقي وعلى الناس. فالإنسان عندما يسمع الشعر لا شك أنه يتأثر به وينفعل به. وروي هذا الحديث أيضا بصورة بألفاظ أخرى تعطي الشعر قيمة توضيحية لمواطن استعمال الكلمات. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر لحكمة، فإذا ألبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه عربي. فهذا يوضح لنا أهمية الشعر وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الشعر، لأن المسلم بالشعر سيفهم أسلوب القرآن. وثمة حديث يبين منزلة الشعر، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام،
حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وانطلاقا من هذه الأحاديث وغيرها أيضا وصلت إلينا أكثر من واقعة تبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشعراء ومواقفه معه، حيث كان عندما يرى خروج الشعراء على القيم والمفاهيم الإسلامية الجديدة كان يردهم إليها ويعودهم عليها رغبة منه صلى الله عليه وسلم في نزع هذه المفاهيم والقيم الجاهلية. فمثلا جاءه الشاعر الإسلامي النابغة الجعدي وأنشده قصيدة حتى وصل إلى قوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة كما سمع الصحابة حوله، ولكنه أحس بنبرة فخر وتوجه الشاعر نحو الأسلوب الجاهلي في الفخر، فأراد أن ينبهه صلى الله عليه وسلم، فقال له: إلى أين يا أبا يعلى؟ فقال النابغة: يعني إلى أين بلغت السماء؟ إلى أين تريد أن تذهب هذا البلوغ وهذا الفخر؟ فقال النابغة معبرا عن المفهوم الإسلامي وعن الشعور الإسلامي: إلى الجنة يا رسول الله. فيغتبط النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذه الروح الجديدة فيقول: إن شاء الله، ثم يدعو له صلى الله عليه وسلم بقوله: أجدت أجدت، لا يفضض الله فاك. نكتفي بهذا القدر من الأمثلة على أسلوب توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه الشعر والشعراء، ونصل إلى الهدف الأخير من هذه الوحدة وبيان وضع الشعر بعد الإسلام. هل ضعف الشعر أم تطور؟ هناك رأيان حول موقف الشعر بعد الإسلام. الرأي الأول يقول أن الشعر قد ضعف ولان بعد الإسلام، ولعل أول من عبر عن هذا الرأي هو الأصمعي عندما عبر عن شعر حسان بن ثابت فقال: كان فحلا في الجاهلية فلما دخل الإسلام لان شعره. ويسوق أصحاب هذا الرأي بعض الحجج لتقوية رأيهم، فقالوا: إن المسلمين شغلوا القرآن وسكت شعراؤهم عن قول الشعر ليستمعوا إلى كلمة القرآن. وقالوا أيضا إن طريق الإسلام غير طريق الشعر، ومذهب الشعراء غير مذهب القرآن، فالشعراء فيهم عصبية وفيهم جاهلية وفخر وكذا، وهذه هي مذاهب حاربها الإسلام. ومن ثم فإن الشعر نكد لا يقوى إلا في الشر، فإذا دخلته في باب الخير لا. وقالوا أيضا إن بعض الشعراء شغلوا عن الشعر بالجهاد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهيئ لعامة الشعراء مكانا رحيبا في كنفه كما كانوا عليه عند الملوك، فكف بعضهم عن قول الشعر. لكن هذا القول حقيقة لا يقوى على المناقشة والرد، لأنه كما رأينا أن القرآن لم يحارب هذا الشعر ولم ينهى عنه، بل أفاده من الشعر والشعراء. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يفيد من الشعر، وكان يقول لسيدنا حسان بن ثابت: وهجهم وروح القدس معك. فكان حسان بن ثابت لسان الدعوة في نحور المشركين. ومن ثم وجدنا
رأيا آخر يقول عكس هذا الرأي ويرى يرفض القول بضعف الشعر الإسلامي، بل يقول أن الشعر قد نهض في بعد الإسلام واستمرت نهضته وتقدم خطوات، لأن الإسلام هيأ له من أسباب النهوض وتغير المجتمع ما جعله جديرا بأن يتقدم ويتطور. فابن خلدون مثلا يفضل شعر الإسلاميين على شعر الجاهليين، فيقول إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهليين في منثورهم ومنظومهم. فإنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم، والسبب في ذلك أن هؤلاء أدركوا الإسلام وسمعوا القرآن وتأثروا بأسلوب القرآن، فعلت وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم. ومن ثم نفى مقولة أن الشعر قد ضعف في الإسلام أو أن الإسلام قد أضعف الشعر والشعراء. وممن قال أو نفى مقولة ضعف الشعر الإسلامي من المحدثين الأستاذ الدكتور عمر فروخ والدكتورة بنت الشاطئ وغيرهم كثير. ومن ثم لا يمكن القول أو الميل بأن الإسلام أضعف الشعر، لأنه كما رأينا من في أوائل هذا الدرس أن الشعر أصلا قد ضعف قبيل الإسلام وصار ودخل في مرحلة من التكرار والنزول إلى طبقة متدنية بعد موت الفحلاء عصر بعد ذهاب عصر فحول الشعراء، وكما عبر عن ذلك من قبل زهير وعنترة وغيرهم من الشعراء. فإذا لا دخل للإسلام في ضعف الشعر، ولا دخل للأحاديث النبوية، ولا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل موقف الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دفع بالشعر إلى مجالات جديدة وإلى القول في فنون لم تكن موجودة من قبل، وأوجد بيئة لا بد أن يتجدد عليها هذا الفن، وإن كان التجديد لم يكن بالمستوى الذي أحدثه هذا الانقلاب في العصر الإسلامي الأول، ولم تظهر بوادر هذا التجديد قوية إلا بعد أن قطع شوطا بعيد المدى بعد عصر الخلفاء الراشدين، فكان العصر الأموي الذي بزغ فيه شمس الشعر من جديد وظهر الفحول الكبار في هذا العصر. ونكتفي بهذا القول من موقف الإسلام في الشعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.